لمؤتمر الحوار الوطني. اجتمع اليمنيون في إطار الجلسة الثانية أو الأولى الفعلية التي تلي جلسة الأمس، والتي خصصت للتعارف والتقارب، وخصصت لكلمات الأحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات المشاركة، والتي بدأ الحديث فيها الدكتور أحمد عبيد بن دغر ممثل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي بدأ حديثه بالتأكيد على أن هذه اللحظات التاريخية يجب أن يستفاد منها بالشكل الأمثل لأنها لربما قد لا تتكرر، وشدد على أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مستمرون في دعم عمليات التوافق ويدعمون الحلول المرضية لكل الأطراف التي تفضي إليه الوحدة وأمن واستقرار اليمن. كل العقلاء في الوطن اليمني الكبير الذين اعتبروا بغيرهم فجنبوا بلادنا شبح الحرب، شبح الحرب الأهلية ودورات العنف. هؤلاء الذين قادونا برعاية أخوية شقيقة ودعم دولي لا محدود إلى التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية. تلا ذلك ممثل الحراك الجنوبي خالد مامنتهف، والذي بدأ حديثه باستذكار ما وصفه بالوضع السيء الذي مر بها الجنوب. أن القضية الجنوبية تحتل أولوية لكونها مدخلا لبقية القضايا الأخرى، وأن حلها الحل العادل الذي يرضي شعب الجنوب يمثل المرتكز الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه تطرق ممثل أنصار الله إلى الحروب التي تعرضت لها ساطة وما خلفتها من آثار مدمرة. إننا نأمل أن يكون الحوار الوطني بكافة القوى اليمنية المشاركة فيه رافضة للتدخلات الخارجية والشعب اليمني يفرق بين مواقف بعض الدول التي تسعى لمساعدة الشعب دون التدخل في شؤونه. الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بدأ حديثه مستشهدا بالدروس التي تعلمها اليمنيون في المرحلة السابقة التي أمل أن يكون الجميع قد استفاد منها. تحدثنا خارج هذه القاعة كثيرا، قلنا الكثير من الكلام غير المفيد، وقلنا القليل من الكلام المفيد، وآن الأوان أن نقلب المعادلة في هذه القاعة التي يجب أن يكون الحيز كله فيها للكلام المفيد فقط. عبد الملك المخلافي ممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. إن أول ما نؤكد عليها اليوم أن علينا أن ندرك أهمية اللحظة التاريخية التي توفرت لإنجاز تسوية تاريخية تصحح كل الاختلالات وتبني وطنا جديد ودولة عصرية مدنية وديمقراطية لا مركزية. علي المعمري ممثل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية شدد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة للتحاور هي القبول بالرأي والرأي الآخر. لقد حددت الآلية التنفيذية محاور إعادة بناء اليمن الجديد، وعلى مؤتمرنا أن يصل بنا وبالوطن إلى صياغة دستور جديد يضع نصوص واضحة غير ملتبسة. ممثل حزب الرشاد الدكتور محمد العامري تحدث عن أهمية البحث عن أمن واستقرار اليمن في المرحلة المقبلة والحفاظ على هوية اليمن العربية والإسلامية. وبما يحقق للمواطن العيش الكريم والخدمات المتنوعة والمتميزة والشراكة الفاعلة في صناعة القرار دون الاقتصار في بناء الدولة ونظام الحكم على رغبات بعض النخب السياسية التي لن تحقق للشعب اليمني آماله وتطلعاته. كلمة التجمع الوحدوي اليمني ألقاها السفير أحمد كلز ركز على أهمية أن يتبنى المتحاورون العمل على دستور عصري حديث ومعاصر تتبناه دولة اتحادية حديثة. كلنا يدرك أهمية صياغة دستور عصري جديد يقوم على أسس سليمة، دستور يتضمن ويضمن بناء دولة اتحادية. حزب العدالة والبناء هو الآخر عبر ممثله أبو لحوم إلى أن الجميع يجب أن يثبت اليمنيون أنهم يعملون لمصلحتهم. العالم اليوم معنا، أليس الأجدر أن نكون مع أنفسنا
نعم، العاطفة وحدها لا تكفي. عبد الواحد الشرفي ممثل حزب الحق شكر الجميع على هذا التفاعل مع الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، ما يثبت فعلا أن الجميع يدرك أهمية المرحلة للخروج من المآزق الراهنة، وأكد أن حزب الحق مع بناء دولة مدنية حديثة تتسع لجميع المذاهب والأعراق والأحزاب، كما أمل أن تكون أحداث العام 2011 آخر محطة للصراعات التي تشهدها اليمن.